هذا وقد أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية حرص الحكومة الموقرة على استضافة هذين الاجتماعين المهمين ودعم العمل الإحصائي لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. أشار القائد إلى أهمية الاستفادة من هذه الاجتماعات التي تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف بين الدول المشاركة للتنسيق ولتعزيز التكامل الإقليمي في المنطقة. طبعا نحن سعداء بتنظيم اجتماعين مهمين لأول مرة في مملكة البحرين، مجلس أمناء المعهد العربي وكذلك اجتماع الإسكوا. الاجتماعين مهمين بعد 49 دورة طبعا اجتماع مع مجلس الأمناء، هذه يدل على ما تمتع به مملكة البحرين من قدرة على تنظيم كافة الفعاليات الإقليمية والدولية على أعلى مستوى، كذلك اهتمام القيادة الرشيدة بالملف الإحصائي بجمع المعلومات وتدقيقها وتحليلها ومساهمتها في اتخاذ القرار والقرارات المدروسة. اليوم طبعا تواجه العملية الإحصائية تحديات كبيرة جدا، متخذ القرار يحتاج المعلومة الآنية، يحتاج المعلومة السريعة والدقيقة لاتخاذ قرارات التنموية للتخطيط للمستقبل. الطرق التقليدية بدأت تواجه التحديات الكثيرة سواء ماليا في المسوحات العادية أو كثرة وكم الهائل من المعلومات الموجودة، لذلك هذا الاجتماع طبعا مهم في تبادل الخبرات، البحث في التقنيات الجديدة والمنهجيات الجديدة الإحصائية، استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة لتحليلها بطريقة ممنهجة.